عليكم وليداتي، جبتكم واحد الخبير غادي تصنتولي وتردوا عليا واش انا غلطه ولا ما غلطاش. انا كنعطي تحيه للقناه الاولى اللي كنت خدامه معاها عليها بنت في اليوتيوب. كنرحمكم الوالدين الا كنتو نتوما، انا ما غنذكرش اسم القناه الجديده، انا عارفه سميتها وهزنا انا والعائله ديالي، حنا هزنا القناه وهزنا الفيديوهات. انا كنطالب بالقناه اللي خدمت معاها في الاول عليها تشهرت وعليها خدمت هاد الخدمه. الا كنتو نتوما اللي حالين ليا قناه وتتحطوا لي الفيديوهات القدام، انا كنطلب منكم الطعام اللي كلينا هو الملحه، تحيدوني، ما عندكمش حق تخدموا بيا. ملي كنت خدامه على خاطري معاكم كنا خدامين، ومني نحرم الماء والطعام ما تخدموش بيا، ما عندكمش حق. انا عيطت للمحامي ديالي اللي متبع لي الاجراءات ومتبع لي الناس اللي كيسبوني، والحمد لله كلشي غيتورق. هذاك المحامي قال لي ما عندهمش حق يخدموا بيك، تلحقيهم اي وجه فين كان. دابا نتوما حليتو قناه بيا، الا كنتو نتوما انا ما كنطالب حتى بحاجه العيب. مسحوا لي الفيديوهات ديالي ومحيوني، انا غنطلع معاكم من المخزن. وإلا كانت قناة أخرى مرانية الناس اللي حلو كيحطوا الفيديوهات ديالي وكيخدموا بهم، وزائد الفيديوهات ديالي ما يمكنش يكونوا عند الناس، الفيديوهات ديالي كانوا عند مالي القناة اللي كنت أنا خدامي معاه. وكيبانوا معاك حتى هما. وتتبانوا معايا حتى نتوما، ما يمكنش. إذا من العائلة ديالكم ولا فيديوكم حتى هما. اللي حالين ديك القناة، حتى نتوما تتبانوا معايا. أنا ما بغيتش شي واحد يخدم بيا بالقانون وبالمخزن. والحمد لله اليوتيوب عنده القانون ديالو. معلوم. كنترجاكم تمسحوا لي الفيديوهات ديالي، هالناس كتشهد عليكم، انا ما كنضربها حتى على واحد. ما غاديش تحيدوا القناه اللي مسحتو باش كتخدموا بيا وتطلبوا 500، الله يهديكم ما قنعتوش، ما قنعتوش. ما كنهضرش على القناه اللي خدمت معاها، الا كانوا هما. حنا شاكين حيت ما دارلاش واحد اسم رسمي. ما دارلاش اسم رسمي. الا كنتو نتوما اللي حلينها راه عيب وعار، الله يزيدكم غير داكشي اللي عندكم، ما تخدموش بيا وحدين اخرين، انا ليكم بالميزان. المخزن في البلاد. المخزن في البلاد. الا قال لك خدم خدم. الا قال لك خدم بيا وحطني حطني، قال لك حبس وكاين القانون، القانون كاين، وتبارك الله عليكم. والسلام عليكم. الله يهنيكم.